ناخد كمان الأنبا يوحنا كولتا النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية وهو معانا على التليفون. صباح الخير يا أبونا. صباح النور، أهلا بيكم وبضيوفي. صباح السلام والمحبة، ويا رب كده تكون زيارة جيدة ومثمرة. وخلينا نعرف من حضرتك برضو أهم ملامح هذه الزيارة، ولو تدينا برضو نبذة عن أبونا فرانسيس أو البابا فرانسيس، عشان إحنا حابين إن إحنا نعرف عنه أكتر، يعني محتاجين جدا نعرف سمات هذه الشخصية. تفضل يا أبونا. أولا، من قداسة البابا أتم 80 سنة من عمره في ديسمبر الماضي، ومع ذلك فهو يتدفق بنشاط وحماس يعني. صحيح. وبعدين هو من أصل أرجنتيني، هو جنسيته أرجنتينية، وهو بطبيعته ينتمي إلى العالم الثالث، ولذلك نشأ في الأرجنتين، وحتى الآن ينتمي دائما إلى البسطاء، الفقراء، الغلابة، الضعفاء. ثلاثة، هو من خريج الجزويت، هو كان راهبا، وهذه الرهبنة التي تضم أكثر من 20,000 راهب معروفة في العالم بجامعاتها ومدارسها وثقافتها المتنوعة المتعددة. فإذا هو جمع هذه الصفات، وبدأ بعد ما تنصيبه بابا بدأ يطبق ما يؤمن به من مبادئ. وجد العالم كما حضرتك وكلنا نجد العالم عبارة عن حقل من النيران ومن الصراعات، فأراد أن يكون صوتا مدويا يدعو للسلام. اتخذ مبدأين أساسيين نادى بهما. المبدأ الأول، فلتكن علاقاتنا الإنسانية في البيت، في المجتمع، في المكتب، في الشغل، علاقات اللا عنف. لا عنف في حياتي، لا عنف في حياتك، لا عنف في حياة أي إنسان. فلنتبع سبيل الحوار والمسالمة والتضامن والتعايش. أول مبدأ نادى به اللا عنف. ثاني مبدأ نادى به أن خيرات الكرة الأرضية ليست فكرا وملكا للأرض التي فيها، للإنسانية كلها. العدالة والمساواة شرط من شروط السلام. هذه بعض ملامح قداسة البابا فرانسيس. نعم. طيب أنا هروح مع حضرتك سريعا برضو، لأن هيكون في لقاء هام جدا وفي طرح برضو لبعض الأمور، كنا يمكن نتكلم في الصحافة أنا وحسام عن هذا الموضوع، فخلينا نعرف من حضرتك برضو لقاء أو لقاء الكنيستين يا فندم. تفضل يا أبونا. كنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية؟ نعم نعم. هو الناس تظن أنه من كلمة الوحدة الكنيسية أو الوحدة المسيحية غير موجودة. لا، غير صحيح. أولا، العقيدة الأرثوذكسية والعقيدة الكاثوليكية هي ولا خلاف في العقيدة أو في الإيمان، ونحن نقول جميعا قانون إيمان واحد. أين الخلاف؟ الخلاف حضاري، يعني الشرق والغرب. الشرق لا يزال متمسك بالتقاليد، بالتراث الماضي، يفتخر بأمجاد الماضي، ومن حقه هذا. إنما الغرب اخترق كل الماضي وحلل كل الماضي وغربل تراث الماضي وانطلق إلى حضارة جديدة. فالخلاف الأساسي بين الشرق والغرب خلاف حضاري وثقافي. نعم. لكن ده ما يمنعش في لقاءات، في حوارات لتخفيف حدة الخلاف الحضاري. طيب، ده كلام رائع، واحنا أكيد هنتابع طبعا هذه الزيارة. بنشكرك جدا الأنبا يوحنا كولتا نائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية.